الكون معجزة، فلنلقي معا نظرة على الأرض من بعيد. إنها ساحرة وجمالها يفوق الطبيعة. لا تجعل المظهر الخارجي يخدعك. كلما اقتربنا اختلف المشهد تماما. لقد ابتدأ التطور منذ وجود أول إنسان على الأرض. جميعنا نتفق أن التطور والتكنولوجيا ساعدت الإنسان في نهضته، ولكننا أيقظنا العدو الأكبر، السرطان. إننا محاطون في هذا العدو ليلا ونهارا ونحن غير مدركين. تلوث الهواء من جميع وسائل النقل المتطورة ألا تسبب السرطان؟ الأشعة المنبعثة من الأجهزة الذكية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والأشعة المنبعثة من الميكروويف في طعامنا ألا تسبب السرطان؟ طورنا السجائر الطبيعية المضرة إلى سجائر إلكترونية، أولا تضر أيضا وتسبب السرطان؟ أوليس نحن من أوجدنا هذه التكنولوجيا؟ أليست من صنع الإنسان؟ دولة قطر خصصت اليوم للوقوف إلى مرضى السرطان، وإحنا أكيد ما نغفل عنهم، هم أخواننا وأهلنا ودائما نقف معاهم في كل أزماتهم ومشاكلهم. التكنولوجيا كانت سبب أساسي من أسباب هذه الأمراض التي انتشرت في الفترة الأخيرة. خلونا نسمع رأي الأستاذ مصطفى. تكنولوجيا النانو تكنيك، أنا برأيي وبشوف ومتأكد أني بالمستقبل القريب حتكون هي يعني هي لغة العصر، إن كان في مجال الطب، إن كان في مجال الهندسة، إن كان بمجال الرياضة، حتى بمجال الصناعة. في بعض الناس هاجمت أن هيدي التكنولوجيا وقالت بتسبب أو أمراض، مع أن هي بالعكس هي بالأصل خلقت لحتى تعالج مشاكل، حتى على مجال البيئة بتقلل التلوث، بتقلل بس أنت قاعد تتكلم عن تحديداً عن النانو تكنولوجيا، أنا أتكلم عن كل أنواع التكنولوجيا اللي وصلت لليوم. لما إحنا نضرب مثلاً بير بترول، ولا نفتح مصنع مثلاً، تطلع الأوبئة هذه اللي تنتشر وتسبب سرطانات وأمراض كثيرة. إيش رأيك في هالأمور؟ هل التكنولوجيا فعلاً قاعدة تسبب أمراض؟ هلأ بكل شيء في أدفانتج وفي ديس أدفانتج. إذا بدنا نيجي عن حالة على الأدفانتج أكيد ما حنقدر نحصيها، وإذا بدنا نيجي نلوم التكنولوجي إن هي اللي تسبب هالكوارث هيدا، أنا برأيي إن نحن شوي عم نظلم التكنولوجي، لأني بالأصل وقت اخترعت التكنولوجي اخترعت لتلبي حاجات الإنسان فعلا. إن كان بالتلفز تي في مثلا، تي في هو تكنولوجي، قبله الراديو، قبله التليفاكس، كل بعدين تطورت الأمور، صارت على الإنترنت، صارت تطورت التكنولوجيا أيضا ساعدت الإنسان في استكشاف حلول جديدة واستكشاف بعض الأشياء الجديدة اللي كانت طورت الطب أيضا. ما أدري فيصل شو رأيك أنت في هالموضوع، هل التكنولوجيا ساعدت في حل المشاكل؟ لا شك، يعني المشاكل الأمراض اللي ما كان لها علاج التكنولوجيا الجديدة أكيد ساهمت في علاجها. حتى الطب نفسه يعني ما راح الطبيب نفسه ما راح يقدر يعالج، ما راح يقدر يعني يكشف حتى على المرضى إلا باستخدام التكنولوجيا الحديثة. هذا إذا ذكرنا المجال الإيجابي من التكنولوجيا، بلا شك إحنا يعني ما نقدر نستغني الحين عن التكنولوجيا. بما أنك ذكرت المجال الإيجابي في التكنولوجيا، شنو المجالات السلبية أو الجوانب السلبية في التكنولوجيا؟ يعني استخدامنا المفرط، إذا ذكرنا مثل ما شفنا في التقرير موضوع الهاتف الجوال،
حاليا احنا نرقد ومعنا الجوال او الايباد، نسوق السياره معنا الجوال والايباد، حتى التلفون نحطه. كثير من التحذيرات انه لا تحطه بسبب الذبذبات او الاشعاعات اللي تطلع من التلفون. بعض الاشياء اللي مثلا اذا بعيد عن التلفون، مثل المفاعلات النوويه، شفنا مثلا زلزال في اليابان تسربت منها المفاعلات النوويه، اثرت على البشر اللي موجودين هناك، فسبب رئيسي من أسباب السرطان. نفس الشيء ينطبق على حتى تطبيق هذه التكنولوجيا في أماكن، خلنا نقول في وسط البحار، يطبقون التكنولوجيا هذه في أماكن على أساس أنها تكون خالية من البشر، لكن تأثر على الحياة السمكية مثلا، الحياة البحرية. والإنسان يأكلها يتأثر. يتأثر أكيد، يتأثر. حتى استخدام الألوان في التكنولوجيا، مثلا الطعم والرائحة في المواد الغذائية، تأثر حتى على البشر اللي يتناول الطعام.